بالنسبة للمتقاعدين وزارة العدل بمدينة مراكش، حنا جينا باش أسسنا هذا الفعل النقابي ودادية متقاعدي العدل. هذا الجمع العام اللي درناه في مراكش اللي فعلا حضروا ليه مجموعة من المتقاعدين اللي فناو الزهرة ديال الشباب ديالهم من أجل المصلحة العامة، يدويو على راسهم باش يقولوا الحقيقة، يقولوا بأننا محقورين، بأننا ما كاينش اللي تيتصنت لينا، ما كاينش اللي تيديها فينا. اليوم غادي نقولوا لوزارة العدل راه حنا خدمنا معاك منذ السبعينات، منذ سنوات الرصاص إلى اليوم. اليوم المتقاعد راه تيعاني مأساة، خصوصا المتقاعد اللي تيكبر راه تيمرض، ما كاينش الاهتمام بالصحه ديالو، ما كاينش الاهتمام بالماديات ديالو. واش المتقاعد تيخرج تقاعد وما كاين لا زياده في الاجور، ما كاين لا اهتمام بالشان الاجتماعي. اليوم المتقاعد تيقول بانه وزاره العدل خصها تصنت ليه، لان الراجل اللي هو بلغ التقاعد وباقي فيه ما يخدم يدخل الاداره منها يعلم الشباب ويعطي التجربه ديالو. نحمل نفس الهموم ونحاول توصيلها الى من يهمهم امرها. وهن مع السيد الوزير الرامي سابقا الذي استحي ان اذكر اسمه، ما وقع لنا وما وقع لا من طرف وكلاء الملك ولا من طرف رؤساء المحاكم ولا من طرف رؤساء كتاب الضبط الذين شددوا معنا والذين احبطونا خلال اعمالنا. ولولا النقابه اقولها بصدق ولا نفاق، اقول لولا النقابه لما كنا هنا حاليا، لما اجتمعنا تعطات الاخ عبد القادر بكشطاط رئيسا. يوسف مسار عضو المكتب المركزي لوداديه موظفي العدل. بدايه لابد لي من ان اتقدم بالشكر الجزيل للجنة التحضيرية التي عملت على التحضير لهذا اللقاء التأسيسي الأول ضمن التراب الوطني لودادية متقاعدي موظفي العدل. عمل في هذا الإطار عمل المكتب المركزي على مواكبة هذا التأسيس، وبالطبع فالمكتب المركزي منذ البداية دعم هذه التجربة انطلاقا من الرغبة الحثيثة التي عبر عنها متقاعدة ومتقاعدي العدل بضرورة فصلهم عن التجربة السابقة التي كانت تضمهم رفقة موظفات وموظفي إدارة السجون وموظفات وموظفي المؤسسة المحمدية. هذا الفصل جاء لاعتبارات عديدة، هذه الاعتبارات حددها بالأساس تشخيص موضوعي للتجربة السابقة التي ظل فيها متقاعدة ومتقاعدي العدل في وضع غير مريح. اليوم نحن نعيد الاعتبار لهذه التجربة، نعيد تأسيس هذه الودادية وفق محددات جديدة. هذه المحددات تعتمد بالأساس على جعل هذه الودادية خاصة فقط بمتقاعدة ومتقاعد العدل. إشاهة المولاي يوسف موظف محكمة السينا في مراكش، كاتب محلي النقابة الديمقراطية للعدل. هذه مناسبة اللي يتم فيها تأسيس ديال الفرع ديال مراكش لودادية متقاعدي العدل. هذه فرصة للالتقاء مع ذوك الناس اللي فاش التحقنا بالأسلاك ديال الوظيفة لقيناهم كانوا هما الأساتذة ديالنا اللي أطرونا وعشنا معهم واحد التجارب إنسانية فريدة. النهاية ديال المسار ديالهم المهني يعني كانت تحز في النفس ديالنا، وبالتالي كان هاد الفكرة ديال البلورة ديال الإطار الجمعوي كينظم هاد العمل ديال هاد الطاقات، لأنهم باقي عندهم في الجعبة ديالهم يقول على مستوى الخبرة المهنية ولا على مستوى التأطير الميداني والجمعوي والاشتغال الميداني. هذا هو الهدف ديالي. لا انت مرض.